هذا فيلم عن الانتخابات سيوضح لك كيف تتصرف عند قيامك بالتصويت. النرويج دولة ديمقراطية، والديمقراطية تعني حكم الشعب، وهذا بدوره يعنيه أنه سيكون متاحا أمام الجميع أن يشارك في تقرير شكل المجتمع. عندما تدلي بصوتك في الانتخابات فإنك بذلك تشارك في تقرير من السياسيين سيمثلك في البرلمان النرويجي ستورتينغي وبرلمان القومية السامية أو اللابية سامتينغي ومجلس المقاطعة في الكستينغي والبلدية كومونستينا. يعمل السياسيون على قضايا عديدة لها تأثير في حياتك اليومية ومعيشتك، وعلى الرغم من أن السياسيين هم الذين يتخذون القرارات في القضايا التي تمس حياتك، إلا أنه يمكنك مع ذلك أن تشارك في تقرير من السياسيين سيصلح باتخاذ مثل هذه القرارات. للأحزاب والمجموعات والسياسيين على مشاربهم أيديولوجيات ورؤى مختلفة فيما يتعلق بطريقة إدارة كل من البلاد والمقاطعات والبلديات، وأي من المسائل والقضايا هي الأهم ويجب إعطائها الأولوية. وبوسعك أن تجد هذه الرؤى المختلفة في البرامج السياسية للأحزاب. تقع مسؤولية إعلام الجماهير بالسياسة التي تنوي الأحزاب والمجموعات المختلفة تنفيذها على عاتق هذه الأحزاب والمجموعات نفسها، وعليك الاتصال بهم إذا كنت راغبا في الحصول على مزيد من المعلومات حول السياسة التي يتبعونها. تجرى الانتخابات في النرويج كل سنتين، وهي إما انتخابات برلمانية ينتخب فيها أعضاء البرلمان الوطني ستورتينغي وأعضاء برلمان القومية السامية اللابية سامتينغي، أو انتخابات مجالس البلديات والمقاطعات مثل ما هو الحال هذه السنة. إن النرويج كدولة مقسمة إلى ما يزيد عن 400 بلدية، وسوف يتم انتخاب مجلس بلدي في كل واحدة من هذه البلديات. فالمجلس البلدي هو الهيئة العليا في البلدية، وفيه تتخذ القرارات العليا المتعلقة بالخدمات والمؤسسات ذات الطابع المحلي كرياض الأطفال ومصلحة حماية الطفل والتعليم المدرسي الأساسي والخدمات الصحية وخدمات الرعاية والمؤسسات الثقافية وأعمال التنظيفات على أنواعها. والبلاد مقسمة إلى مقاطعات أيضا، وسوف يتم انتخاب مجلس أو برلمان مقاطعة يكون هو الهيئة العليا لبلدية المقاطعة في الكسكومونة في كل واحدة من هذه المقاطعات. ففي هذا المجلس تتخذ كافة القرارات العليا حول جملة قضايا، منها التعليم الثانوي، الطرقات الرئيسية في المقاطعة وما يتبع لها من خطوط العبارات، خدمات النقل العام المحلية والمؤسسات الثقافية. إذا كنت مقيما في مدينة أوسلو فإنك ستنتخب ممثلي المجلس البلدي كومونستيرا وممثلي مجالس الأحياء بيدلس أوتفالغي. يبين لك هذا الفيلم كيف تدلي بصوتك في انتخابات مجلسي البلدية والمقاطعة. لكي يحق لك التصويت في انتخابات مجلسي البلدية والمقاطعة فإنه يجب أن يزيد عمرك عن 18 سنة أو أنك ستبلغ 18 سنة خلال السنة الانتخابية. كما يجب إضافة إلى هذا أن تتوفر فيك أحد الشروط التالية: أن تكون متمتعا بالجنسية النرويجية، وأن تكون أو كنت مسجلا كمقيم في النرويج، أو أن تحمل جنسية إحدى الدول الإسكندنافية ومسجلاً كمقيم في النرويج قبل 30 حزيران يونيو من السنة الانتخابية، أو أن تكون متمتعاً بجنسية دولة أجنبية ومسجلاً كمقيم في النرويج بشكل متواصل في السنوات الثلاث الأخيرة السابقة ليوم الانتخاب. ماذا يتوجب عليك أن تفعل إذن عندما تدلي بصوتك؟ قبل موعد الانتخابات بفترة ترسل بطاقة الاقتراع لكل الذين يحق لهم التصويت. ستجد على هذه البطاقة معلومات حول مكان الاقتراع والمدة الزمنية التي يبقى مركز الاقتراع مفتوحا فيها يوم الاقتراع. ليس من الضروري أن تأخذ معك بطاقة الاقتراع لكي تصوت، ولكن إذا أخذتها معك فإنك ستوفر على نفسك بعض الوقت. لا يعمل ببطاقة الاقتراع كوثيقة إثبات شخصية،
كبطاقة هوية، لذلك فإنه من المهم أن تأخذ معك ما يثبت هويتك عندما تذهب للتصويت: جواز السفر، رخصة قيادة السيارة، والبطاقة المصرفية التي تحمل صورتك، هي أمثلة على وثائق تصلح لإثبات الشخصية الهوية. يجب عليك في يوم الاقتراء أن تدلي بصوتك في البلدية التي كنت مسجلا في سجل نفوسها كمقيم بتاريخ 30 حزيران يونيو من السنة الانتخابية. يمكنك الإدلاء بصوتك في أي مركز تريد من مراكز الاقتراء في البلدية، ويمكنك أن تسأل أحد من الموظفين في مركز الاقتراء إذا ما كنت بحاجة للمساعدة بخصوص عملية التصويت. هناك في مركز الاقتراع عدة كابينات للاقتراع. إن الاقتراع في النرويج سري، ولذلك يجب عليك أن تدلي بصوتك بمفردك داخل الكابينة. ادخل إلى إحدى كابينات الاقتراع. هنا ستجد أوراق نمازل للاقتراع لكل الأحزاب أو المجموعات المشاركة في الانتخابات. اختر ورقة اقتراع واحدة تخص انتخاب مجلس البلدية، وورقة أخرى تخص انتخاب مجلس المقاطعة. يمكنك أن تغير في ورقة الاقتراع إذا رغبت في ذلك. إذا أردت أن تشارك وأن يكون لك تأثير في فوز المرشحين الذين تدعمهم في الانتخابات، فإنه بإمكانك أن تجري تغييرا على ورقة الاقتراع عبر إعطاء صوت إضافي للمرشحين. إذا أردت أن تعطي صوتا إضافيا لمرشح ما في انتخاب مجلس البلدية، ضع إشارة ضرب في المربع الموجود بجانب اسم هذا المرشح في ورقة الاقتراع. يمكنك أن تعطي صوتا إضافيا للعدد الذي تريده من المرشحين، كما يمكنك أن تعطي صوتا إضافيا للمرشحين من الأحزاب أو المجموعات الأخرى عبر كتابة اسم المرشح في حقل خاص في ورقة الاقتراع. اعلم بأنك عندما تعطي صوتا إضافيا للمرشحين الأحزاب أو المجموعات الأخرى، فإن جزءا من قيمة صوتك سيذهب إلى حزب آخر أو مجموعة أخرى، مما يؤدي إلى نقصان قيمة صوتك الذي تعطيه إلى الحزب أو المجموعة التي تصوت لها.